تداول نشطاء على الإنترنت فيديو لمواطن قطري كان في استقبال الشاعر محمد بن الذيب يلي طلع من الحبس بعد ما تم العفو عنه بعد القصيدة يلي ألفها بعنوان الياسمين، وقدم لصديقه الشاعر هدية عبارة عن لكزس LX570 يلي ببلش حقها 355 ألف ريال سعودي، وهدد بحرقها إذا ما قبل صديقه الهدية. المواطن يلي أظهر حماس مصحوب استهتار أحضر معه عبوة مليانة بنزين في إشارة منه إلى جديته وقال علي الطلاق لأولع فيها، ولكن في النهاية قبل الشاعر بن ذيب الهدية رغبة منه في احتواء الموقف تم يتحول لنهاية مأساوية. كانت معكم سوسن بملخص أخبار البوابة. لمزيد من الأخبار اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أو زوروا موقعنا على الرابط بالأسفل. البوابة، بوابتكم لأخبار الشرق الأوسط.